بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشرف الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما يا كريم اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا منظورا اليه بعين جودك واحسانك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر اهلنا في غزه على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بيوم نصر قريب تعز به اولياءك وتذل به اعداءك وارزقنا صلاه في المسجد الاقصى محررا مطهرا واستعملنا في هذا الشرف العظيم يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وموضوع حلقتنا اليوم موضوع متعلق بقوه الاوطان. وهذه عقيده وعباده نتعبد الله بها. قضيه المحافظه على قوه وطننا وصيانته والوقوف في وجه اعدائه، هذه قضيه قضيه عقيده وعباده نتعبد الله سبحانه وتعالى بها. ومن اهم ما يحافظ على قوه الاوطان وقوه الامم يصون تلك الاوطان يشكل درعا متينا في وجه اعدائها وفي وجه مخططاتهم المحافظه على القيم المحافظه على الاخلاق المحافظه على المبادئ ان تكون اخلاقنا قيمنا اهدافنا خطابنا مناهجنا مدارسنا جامعاتنا ان تكون مصوغه بمنظومتنا الخلقيه المستمده من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم لاننا نتلقى في تلك المدارس المنوره تلك القيم أن المحافظة على أمن أردننا عبادة وعقيدة، أن المحافظة على مقدراتنا على وحدة صفنا، أن ألفتنا عبادة نتعبد الله بها، وضربنا لهذه القضية مثالا سابقا ونعيده اليوم، عندما ننظر إلى أهلنا في فلسطين في غزة والقدس والضفة وكل فلسطين وننظر الى وقوفهم في وجه اعدائهم نتساءل نقول ان لهذا الصمود ان يظل متقدا شامخا الى هذا اليوم على الرغم من ذلك العدوان كيف لهذا الصمود ولتلك المقاومه ان تبقى بهذه البساله على الرغم من ظلم المعتدي واعتدائه وتحطيمه لكل المعايير لنجد السبب ان القيم العقيده الايمان المبادئ الراسخه جعلت اهلنا جبال راسيه في الرجوله وفي البطوله وفي الفداء اذا عدونا يعلم ذلك كما نكرره عدونا يعلم انه ما دام هنالك تحاكم الى هذه القيم ورجوع الى هذه المبادئ فمصالحه مهدده واذا اصبح البديل عن قيم الفضيله والمواطنه الصالحه والمحافظه على الاسره وان نكون في مدرسه القران الكريم والسنه المطهره اذا اعتضنا وابدلنا كل هذا واصبحنا نتحاكم الى الشهوات والى الرذائل واصبحنا نصنع من دعاة الرذائل ودعاة الفساد ودعاة الخروج عن القيم والمبادئ نصنع منهم نماذج ونصورهم على صور صورة ابطال وقدوه فهذا يخدم اعداءنا ويخدم الطامعين في مقدراتنا ومن يريد تهويد مقدساتنا وهذا ما نكرره دائما تحت مسمى حرب موازيه للحرب العسكريه اسمها الحرب الفكريه. والله جل في علاه بين لنا في كتابه العزيز ان هذا الامر من مراد اعدائنا فقال جل ذكره والله يريد ان يتوب عليكم يعني طريق الطهر طريق الاستقامه طريق الفضيله والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات يعني الشهوات بالنسبه اليهم متبع قائد موجه هؤلاء طالما سرنا طريق الله طريق الاستقامه الدفاع عن الاوطان صيانه المقدسات هؤلاء في خطر فبينت الايه مرادهم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما مرادهم ان نميل مرادهم ان ننحرف مرادهم ان نخرج عن جاده وطريق القران الكريم والسنه المطهره ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، نقرا ذلك في قوله تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا يريدون للفواحش للرذائل للانحلال الخلقي لدمار الاسره للتخلي عن الاوطان والمقدسات للاستهتار باخوه الايمان يريدون لكل ذلك ان يصبح حاضرا لم نذكر ذلك لنعلم لمصلحه من تشاع الفواحش مخطط من احلال الرذائل مقصد من ان تصبح القدوه والاسوه الى من عرف برذيله او عرف بفتنه هذا موضوع مهم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا هذا مقصد ومطلب وعمل وهذا ما نقراه في قول الحق سبحانه وتعالى وهو يبين لنا مخططات الافساد الفكري والخلقي ويبين لنا أننا عندما نتكلم مع هؤلاء سيتلفحون مباشرة ويتقنعون مباشرة بأنهم دعاة إصلاح وتقدم ودعوة إلى الخير وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض جميع مناحي وصور الإفساد جميع النواحي افساد خلقي، افساد مالي، افساد اداري، اي نوع؟ واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، قالوا انما نحن مصلحون. هذا اربطه مباشره مع دعاه التسميم والسموم الخلقية والفكرية. ووجود هذه السموم في حياة المسلم بصورها المتعددة. لا تفسدوا في الارض، قالوا انما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون، هم أهل الفساد وهم أهل الإفساد، ويظنون أنهم على خير ولكن لا يشعرون، إذا قضية الفساد والإفساد الخلقي والاحتلال الفكري والسموم الفكرية وراءها الطمع في الأرض والهوية والمقدسات والمقدرات عدوك على جميع النواحي، عدو اقتصادي، وعدو سياسي، احتلال صهيوني، العدو بكل صوره. يعلم ان القيم والاخلاق والفضيله والعداله والحق ومدرسه القران الكريم والسنه المطهره تخرج ما يمنعه من تحقيق مراده، والعكس صحيح. اذا هذه القيم وهذه الاخلاق هي حصن نتحصن به وندافع به عن انفسنا ندافع به عن اوطاننا هذه الاخلاق وهذه القيم وهذه المنظومه غيظ وسلاح في وجه عدونا وهذا واجب علينا جميعا نعيش مع هذا الواجب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اي صاحب مسؤوليه اي صاحب قرار الأب الأم المدرس الإعلامي المتخصص التربوي واضع المناهج كل شخص صاحب مسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حتى تكون الثمرة التحصين الفكري والتحصين الخلقي والديني في مواجهة السموم التي تراد بعقل الامه وفي مواجهه الافكار المنحرفه وانا اعيد الذي يريد للفواحش وللرذيله ان تكون هي الحاضر والمؤثر ما الذي يريده يريد ان نكون متحاكمين الى الشهوات وهو تفسير قوله تعالى وتاتون في ناديكم المنكر هذا الوصف من سيدنا لوط عليه الصلاه والسلام على رسولنا الصلاه والسلام لقومه لانهم كانوا ياتون الرجال ويقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر، اذا تفسير هذا المعنى انهم تحاكموا الى منكر، جعلوا المنكرات والرذائل هي المتحاكم اليه، هي القانون وبالتالي استباحوا المحرمات. هذا التحاكم الى الشهوات يقول لك ماذا تعنى لماذا تعنى انت في قضيه الاقصى والوطن ووحده الصف والدفاع عن المقدرات وان نكون في وجه اعدائنا صفا واحدا وان نجتمع خلف قيادتنا ماذا يعني ان تكون لهذا البلد من خلال جلاله ملك البلاد كالمواقف المشرفه والوصايه الهاشميه على المقدسات وكسر الحصار على اهلنا في غزه، ماذا يعنيني كل ذلك؟ هذا مراد اعدائنا ان نكون في غفله عن كل ذلك، لذلك علينا ان نرتبط بهذه القيم اللي هي التي ترفع الهمم العاليه ومن الغش ان لا نتطهر من تلك السموم. ان ندع لتلك السموم وجود وتاثير في حياتنا لان هذه مراد اعدائنا وتهدد مقدراتنا ووحده صفنا الله جل في علاه يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا يعني عليك مسؤوليه اتجاه نفسك اتجاه اهلك اتجاه اولادك اتجاه وطنك ما من عبد يموت يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه هذه تشمل الجميع تشمل كل صاحب قرار تشمل كل صاحب مسؤوليه تشمل كل صاحب كلمه تشمل كل صاحب توجيه اما هي الثمره التي ستنتج عن هذا التوجيه؟ ما هي الثمره التي ستنتج عن هذه الرساله هذه مسؤوليه الجميع اهل العدل اهل الاحسان الامام العادل هؤلاء يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله من هو الامام العادل كل صاحب مسؤوليه قام بامانه المسؤوليه كل صاحب قرار قام بالقرار الذي يؤدي الى المصلحه والى الخير كل صاحب مسؤوليه علم تلك الحمله الموجهه الى عقولنا والى افكارنا والى قيمنا فوقف في وجهها بالرجوع الى منظومتنا الخلقيه المستمده من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا بكرمه علما. في الختام نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسال الله ان ينصر اهلنا في غزه والقدس والضفه وكل فلسطين، وان يشفي صدور قوم مؤمنين بيوم نصر قريب يعز به اولياءه ويذل به اعداءه وندعوه سبحانه وتعالى وهو البر الرحيم وهو الجواد الكريم رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولوالدينا جميعا ومشايخنا وعلمائنا وازواجنا وذرياتنا واصحاب الحقوق علينا والحمد لله رب العالمين